لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم ونحدث وخط يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده هناخد حضراتكم لمعرض الزجاج والخشب. اكتر من 100 شركه بتشارك لتقديم جميع الخدمات اللي بتحتاجها هذه الصناعات اللي طبعا بتخدم على السياحه والتشييد والبناء والاساس والديكور وغيرها من الصناعات. خليكم معانا عشان نقابل النماذج المضيئه في صناعات الزجاج والخشب. تشاهدون في حلقه اليوم فريق الجدعان يزور معرض وود شو لمصنعي ومستوردي الأخشاب وأكسسوارات الأثاث وماكينات الـ CNC. فريق الجدعان يزور معرض جلاس شو لمصنعي الزجاج والأكسسوارات والإضاءات وماكينات الحفر على الزجاج وأدوات المائدة. الآن تشاهدون فريق الجدعان يزور معرض وود شو لمصنعي ومستوردي الأخشاب وأكسسوارات الأثاث وماكينات الـ CNC. دلوقتي حضراتكم في أشهر معارض صناعات الزجاج والخشب في مصر، جلاس شو الخاص بصناعة الزجاج، وود شو الخاص بالخشب. أكثر من 100 شركة مصرية بتقدم كل منتجاتها من الأخشاب المصنعة للأساس والأبواب وإكسسوارات الأساس ومعدات النجارة وماكينات CNC والزجاج بجميع أنواعه وفنون الإضاءة والتحف الزجاجية. معارض مبهرة فعلا، وبجد هي متفردة وبتخدم صناعات الأساس والتشييد والبناء والسيارات والديكور وغيرها. وطبعا زرنا المعارض عشان نقدم لحضراتكم نماذج مضيئة في الصناعة الوطنية وكلهم بجد من الجدعان. تعالوا في البداية نزور معرض الزجاج وهنقابل المهندس عمر عبد العزيز مؤسس مصنع انفينيتي ماشين لماكينات CNC الخاصة بصناعة زغرفة الزجاج والكريستال. الحكاية باختصار ان المهندس عمر عبد العزيز وصديق عمره المهندس احمد فهمي من قرية الجراح في مركز اجا بمحافظة الدقهلية، ودي اشهر كرة انتاج كل ادوات المائدة من الزجاج والكريستال. وطبعا دي صناعة كبيرة جدا وهم فعلا محترفين وبيصدروا منتجاتهم لكل اسواق العالم. المهم ان كل الماكينات اللي بيستخدموها في المصانع بقرية الجراح كانوا بيستوردوها من التشيك رغم انها ماكينات CNC غير معقدة. ومن هنا قرر المهندس عمر عبد العزيز وصديق عمره المهندس احمد فهمي تصنيع المكن لكل مصانع قرية الجراح، ونجحت الماكينات المصرية في تغطية احتياجات المصانع لدرجة انهم باعوا من ماكينة واحدة 90 نموذج وكلها لحفر زخارف على الزجاج والكريستال. بعدها صنعوا 7 ماكينات خط البنتوجراف، وده مكون من 4 ماكينات، وفي النهاية بتعمل خط كامل، وماكينة رش الألوان الدائرية، وماكينة حفر على الطبق المسطح، وماكينة تلميع. تعالوا نتعرف على الماكينات خلال لقائنا مع المهندس عمر عبد العزيز رئيس شركة انفينيتي ماشين. احنا 4 مهندسين متخصصين في ماكينات CNC. تمام، احكي لي بقى الموضوع كده وديني معاك اهو، احكي زي ما انت عايز. احنا 4 مهندسين خريجين جامعة المنصورة قسم ميكانيكا باور. دفعة كام؟ دفعة 2014. تمام. بعد ما خلصنا قعدنا مع بعض وفكرنا ان احنا نحاول نعمل حاجة تساعد الصناعة دي. قعدنا وفكرنا ان احنا نعمل حاجة صراحة ما كانش مخيلتنا ان احنا ممكن نوصل للي احنا فيه دلوقتي. احنا فكرنا بحاجة بسيطة جدا، يعني ابسط حاجة ممكن نقدر نعملها بامكانياتنا. لقيتوا الناس اللي حواليكم في القرية كلهم محتاجين ماكينات، محتاجين حاجة زي دي. طب كانوا شغالين بايه؟ شغل هاند ميد. شغل هاند ميد؟ هاند ميد. طب ومفيش مكان مستورد خالص؟ كان في مكان مستورد بس عند ناس معينة.
الكبار. يعني الكبار او معنى صح اصلا كانوا اجمالا ممكن تقول في مصر كلها مصنعين او ثلاثه هم اللي عندهم المكان ده. احنا اول ما فكرنا كنا بنفكر في حاجه سكيل صغير خالص، بس ومع السيرش ودورنا وعملنا بدا لقينا افضل حاجه نبدا نشتغل عليها هو مكان الانجريفنج ده اللي هي اللي قدامنا دي. اللي قدامنا دي دي طبعًا. اخر موديل منها دلوقتي. المكنه دي مكنه سي ان سي. طبعا احنا عشان نوصل للمستوى ده بحثنا وطورنا واشتغلنا على نفسنا. في مكنه رمى واكيد اكيد تجارب. يعني احنا بعد اول طبعًا. سنه اللي هي 2017 احنا عملنا مكنه وما بعناهاش اصلا بعد ما كلفناها للتجارب بتاعتنا. هي تجارب فقط الحمد لله. قدمنا في اول 2018 ان احنا نطلع اول مكنه عن طريق واحد صاحبنا على فكره برضه هو اللي وثق فينا وقال لنا ماشي انا 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 هشتري المكنه دي. تفتكر بعتوها بكام وقتها؟ بعناها ايامها كان تقريبا في حدود 90 ألف. وهي بتيجي من بره بكام بقى؟ كانت تقريبا في حدود 350 ألف حاجه زي كده. يعني انت تلت ثمن طيب المستورد. اه والجوده عامله ازاي حاليا النهارده؟ لا انا افضل منه. مش افضل مش بشهادتي، لا بالشغل اللي بيطلع منها. طيب نقدر نقول ان المصانع في قريه جراح بتعتمد بنسبه قد ايه على ماكينات انفينيتي ماشين اللي انتوا بتصنعوها حاليا دلوقتي؟ ممكن اقول لك بنسبه من 60 ل 70%. ايه المشاكل اللي انتوا شفتوها في الماكينات اللي بتيجي من التشيك على سبيل المثال وقررتوا ان انتوا تعالجوها في المكان بتاعكم؟ اول نقطه كانت عقبه في الشغل بتاع المكان التشيكي عموما كان ان هو معتمد على نظام الهواء، ضغط الهواء كان بياخد شكل الكيرف بتاع القطعه عن طريق ضغط الهواء. فلو القطعه انت ظابطها على انها مثلا البوله عدله هيبقى الحفر متناسق ماشي. طب لو البوله اللي هي بتاع القطعه ديت اللي انت بتحفر عليها ضيقه في جزء واسعه في جزء هيطلع الحفر مش متناسق. انا بالنسبه لي لا، المكنه عندي مختلفه. المكنه عندنا هنا 3 اكسس، هي اصلا فاهمه القطعه قبل ما تحفر عليها وشايفاها. دي كان رقم واحد. تاني نقطه كان ان انا بقى نتيجه الحفر بعد ما حفرت حتى لو احنا عملنا هنا وعملنا هنا، لا هنا ممكن يطلع حاجه بره التصميم نتيجه الحركه الميكانيكيه بتاعه الاجزاء بتاعتي. تلاقي مثلا في خط طالع كده لوحده كده بدون اي داعي بوظ لك القطعه اللي انت حفرتها. هنا لا. ليه؟ لان انا برضه هنا مكنه سي بي اكسس معتمد على انه شايف قطعه، فهو اصلا مفادي اي حاجه. انت 3 اكسس صح كده؟ سي بي اكسس فانا مفادي اصلا القطعه اقدر احفر عليها بشكل متناسق متساوي وبدون اي مشاكل. الصناعه دي وماكيناتها بتتطور كل يوم في العالم، هل احنا مطلعين على التجارب العالميه في المكن وشايفين بيعملوا ايه بره، ولا احنا بنطور جوه المصنع بتاعنا؟ لا الحمد لله احنا عارفينهم واصلين فين وطورنا والحمد لله. احنا حاليا دلوقتي مجال زخرفه الزجاج المائده احنا افضل من الدول دلوقتي اللي هي حاجه زي تشيك او تركيا او ايطاليا. دلوقتي احنا مستوانا حتى في جوده الحفر وجوده الالوان والفينش اللي بيطلع الاخر وكماكينات افضل منهم بكتير. وانت صنعت كم مكنه لغايه النهارده؟ حاليا لغايه النهارده ممكن نقول 90 مكنه من دي. في خط تاني عملناه خط البانتوجراف. البانتوجراف ده يقدر يطلع حفر على الازاز بس حفر لامع. خط البانتوجراف ده عباره عن 4 ماكينات. ماكينه الشامع اقدر من خلالها احط قطع الازاز تاخد طبقه من الشمع رقيقه جدا مجرد ان هي طبقه عازله. تمام. بعد كده بدخلها على ماكينه الانجريفنج مجرد ان هي ابره بتفرغ لي التصميم بتاعي. بعد كده بدخلها على الماكينه الاساسيه في الخط بقى اللي هي الاسد، ماكينه الحامض ديت بنزل القطع فيها، فبالتالي طبعا بامان كامل طبعا بتنزل الحامض مده مثلا تقريبا 3 دقائق 5 دقائق طبعا نوع الازازه برضه. وبعد كده تطلع تخش ماكينه الغسيل تشيل طبقه الشمع يطلع لك التصميم اللي انت طلب. في حاجه تانية بقى دي نعملها كمان اللي هي البوليشنج اللي هي رش الالوان دي برضو الاول. دي منتج احنا لسه نازلين بيه المعرض لان السوق حاليا دلوقتي محتاج المكنه دي. دي اللي بتعمل الكاس لونه احمر كاس لونه بينك كده اصفر بالزبط. دي برضو العامل في الورشه او في المصنع بيبقى متبهدل جدا وصاحب المصنع كمان تعبان بسبب ان هو ما بيديليش انتاجيه. فدلوقتي المكنه دي تقدر تديله الشغل اللي هو عايزه والعامل مش متضرر. ايه تاني فرحنا؟ اقول ايه تاني مكان ايه تاني؟ في حاجه جديده احنا لسه مشروع لسه ناهيينه كنا شغالين عليه طول السنه، ماكينه بولشنج بالاسيد برضه، بس ده معتمد اكتر على ان بعد ما احفر الشغل هاند ميد طبعا بزخارف طبعا شغل عالي شويه. ده برضه كان مقتصر برضه على اوروبا وكده. الحمد لله هنا في مصانع هنا الحاج عصام عبد الغني ده لازم اذكر اسمه لانه ده ساعدنا جدا سواء في البانتوجراف او حتى في التلميع. وثق فينا وقلنا اشتغلوا وعملنا المكنه الحمد لله وصلنا نتيجه كويسه جدا فيها.
انتوا مصنعكم في قلب قرية في جراح، في قلب القرية نفسها، في قلب القرية صح كده؟ بالظبط كده. المساحة مكفياكم انك تعملوا مكن و90 مكنة واربع خطوط يعني بنحاول ان احنا نستغل الامكانيات اللي متاحة معنا. تعالوا بقى نقابل المهندس احمد فهمي الشريك والمؤسس لمصنع انفينيتي ماشين لماكينات السي ان سي في قرية الجراح في مركز اجا بالداهلية، وهيشرح لحضراتكم ازاي نجحوا في تطوير الماكينات عشان تنافس الماكينات الاوروبية وتمنع استيرادها. هل هذه الماكينات هندسة عكسية؟ يعني جبنا مكان من بره وقطعناه وقلدناه، ولا ده أفكارنا وتطويرنا وشغلنا؟ بنبدأ بالفكرة، بنناقشها مع بعض، بنشوف إن إحنا ممكن نوصل بها لإيه، بعد كده بنعتمد الفكرة، التصميم بيبدأ يشتغل عليها، بعد ما التصميم بيبدأ يخلصها بنبدأ تنزل تحت المصنع عندنا إن إحنا نبدأ إن إحنا نصنعها وننفذها، تطلع لقسم التجميع، بعد التجميع خلاص بيطلع المنتج النهائي اللي حضرتك شايفه، بيبدأ فريق التسويق يبدأ يسوق للمنتج ونبدأ نبيعه للعميل النهائي. يعني في أحد أصحاب المصانع أنا قابلته عند حضراتكم هنا قال لي المكنة المستورد كانت مشكلتنا فيه المية، لما أجي أحفر أنا محتاج مية دايما بتخبط في قطعة الكاس اللي إحنا بنحفر فيها، ده كان بيبوظ المواتير. طيب ده تفديناه ازاي في المكان بتاعنا؟ احنا عندنا المكان بتاعنا التصميم بتاعه نفسه مختلف اختلاف كلي عن المكان المستورد. طريقة التصميم احنا بنراعي فيها كل العيوب اللي هي ممكن تظهر والمشاكل اللي ممكن تقابل العامل اللي شغال على المكنة، فاحنا الطريقة بتاعتنا في التصميم مختلف اختلاف كلي عن المنتج المستورد من بره. نسبة مكون محلي قد ايه عندكم المكون المحلي؟ تقريبا نسبة المكون 70% 80%. خلي بال حضراتكم في مصنع انفينيتي ماشين نجحوا في تصنيع ماكينات سيرمو فورمينج متخصصة في تشكيل البلاستيك لتصنيع قوالب لتعبئة المنتجات الزجاجية لأنها أقل في التكلفة وبتحافظ على المنتجات من الكسر. تعالوا نقابل المهندس عبد الرحمن المرشدي مدير التصميم الميكانيكي في مصنع انفينيتي ماشين لماكينات السي ان سي، وبالمناسبة كلهم شباب يفرحوا. حضرتك قلت لي احنا صنعنا ماكينات سيرمو فورمينج. تمام. انا شخصيا بعتز جدا بالماكينات دي وبحبها لانها طبعا. في حد ذاتها مشروع. طبعا. ولكن انت قلت لي احنا صنعناها عشان خاطر نخدم على مصانع الازاز في قريه جراح. ايه اللي خلانا صنعناها والطلب كان من مين والموضوع مش سهل؟ دي ماكينه سيرمو فورمينج. كان الاول الازاز بعد ما بيصنع بيتعمل له باكينج، فالباكينج ده كان كرتون وحاجات كتير، كرتون وفوم وسفنج وحاجات منه. تمام. فالموضوع كان مكلف، كان تكلفة المواد دي عالية. فبعد كده جت فكرة ان احنا نعمل مكنة السيرمو فورمينج، او في ناس بتقول على الفاكيوم. المكنة دي ممكن من خلالها نصنع البلاستيك اللي ممكن نعمل فيه الباكينج. فبدأنا بعد كده مجرد ان احنا خدنا الفكرة بدأنا نبحث ونطور ونشوف ايه اللي موجود وازاي نقدر نطوره وازاي نقدر نضيف عليه البصمة بتاعت الشركة بتاعتنا، وازاي نقدر ان احنا نطلع منتج باعلى جوده باقل تكلفه. وانت بتبدا من اول حبيبات البوليسيلين لغايه لما تعمل شيت؟ لا لا، مش حبيبات البوليسيلين. انا العميل او اللي بيشتغل على المكنه هو اللي بيشتري الرول. يعني البكر بيجي جاهز؟ البكر بيجي جاهز من المصانع. تمام. ايوه. وانت تبدا بعد كده تدخلها على مكنه السيرمو فورمينج بتاعتك. البكر بعد كده بيجي جاهز بيتلقى مع المكنه بيسحب الرول وبيبدا يشكل، بيبدا يشتغل عادي على طول. لما مصنع زجاج او منتجات من الزجاج ياخد مكنه زي دي توفر له في التعبئه قد ايه؟ يعني هو كان بيكلف كام جداً. كرتون وفوم وبلاستيك وحاجات كتير جدا عشان يعبي الازازه بتاعته. هو كده كده الكرتون موجود. انا كده كده بالنسبه لي الكرتونه موجوده. طيب. لكن انا وفرت له الفوم والسفنج اللي كان بيجيبه، عشان هو بيجيب الفوم والسفنج ده وبيعمل عمليات تانية ان هو بيبدا يشكله على شكل الكاس او شكل الارورا على نفس الشكل اللي اتحط فيه، فبرضه بيعمل عمليه تانية، فكل ده كوست بالنسبة لي. في معرض الزجاج لازم كنا نقف عند المهندسة أفرودايت وسيم السيسي، وهي متخصصة في تصميم وحدات الإضاءة من الزجاج الملون والفازات والتحف الفنية الزجاجية، خطيرة بجد. وبالمناسبة هي بتنزل الورش بنفسها عشان تنفذ القطع اللي بتصممها، وهي تخرجت في كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان وحصلت على الماجستير في تقنية التشكيل اليدوي للزجاج، وهي أول مهندسة في مصر متخصصة في نفخ الزجاج، وسافرت لأمريكا وإيطاليا عشان تتعلم فنون تشكيل الزجاج. ركزوا معها. عملت إبداعات مهمة جدا ونزلت السوق المحلي وصنعتي عند ورش، حكاية كبيرة قوي. أنا عايز أسمع بدأت إزاي الشغلانة دي؟ أنا حبيت مهنة التشكيل اليدوي بداية مع الماجستير،
لما ابتديت أدخل المصانع وأشوف الصناعية هم إزاي بيشكلوا بإيديهم الإزاز بأدوات بسيطة جدا زي صفارة التشكيل وأدوات بسيطة جدا زي البنز والماشة والحاجات دي، إن ابتدى ممكن يطلع منتجات حاجة في غاية الجمال وكل واحدة تبقى متفردة عن التانية، أنا وقعت في هوا الزجاج بصراحة. وواجهتني بعض المشاكل هنا لان الحرفه مقتصره عن الرجال اكتر، فجت لي فرصه ان انا اسافر بره. انت الوحيده اللي شغاله في المجال ده؟ انا الوحيده اللي شغاله حاليا في مصر دلوقتي. جت لي فرصه ان انا اتعلم بره بايدي واشتغل بايدي وابتدي اتعلم بدايات حرفه التشكيل اليدوي. درست فين؟ درست في امريكا ودرست في ايطاليا. تمام. وابتدت القط وابتدت احرص كمان ان انا كل سنه اسافر اشوف ايه الجديد عندهم بره من التقنيات ومن الالوان والحاجات الجديده اللي بيشكلوا بيها، وارجع اجيب انا الخبره دي واحاول اطبقها في السوق المصري او في المجال التشكيل اليدوي هنا في مصر. جدير بالذكر ان حضرتك تعرف ان مصر اول بلد في العالم هي اللي عملت صناعه الزجاج، فانا لما ابتديت ادخل اكتر في مجال الزجاج واعرف ان احنا اول ناس واحنا اللي صدرنا الحرفه دي لبره، وبعدين بقينا احنا اخر يعني من اخر للاسف البلاد اللي ابتدت تصنع او ابتدت تطلع او تطور من الحرفه دي، انا حسيت ان انا على عاتقي ان انا امسك الشعله واقول لا احنا ممكن يطلع مننا حاجات حلوه قوي. وابتديت واحده واحده ادور على الصنايعي اللي فاهم الشاطر. للاسف دلوقتي هم جيل كبير مش من الجيل الصغير اللي عارفين، وابتدت اخد التقنيات اللي بيشتغلوا بيها والخبره بتاعتهم اللي بقالها اكتر من 20-30 سنه، وابتدت اقول لهم طب ما ايه رايكم ندخل حاجات جديده، نطلع من المنتج اللي انتوا بتطلعوه ده بقالكم 30 سنه نعمل فيه شويه تعديلات ونطلعه بشكل جديد للسوق المصري، بحيث ان احنا نخلق لنفسنا مساحه جديده في السوق وفي نفس الوقت نقدر نبتدي ننافس البلاد التانية. انت بتصنعي وحدات اضاءه مش كده برضو؟ تمام. تحف من الزجاج زي اللي ورايا دي ليها معنى الشكل ده؟ ده جسم امراه بس يعني ابستراكت ارت، حاجه مجرده مثلا، حاجه مجرده، ده فن مجرد تجريدي. والذهب ده مقصود بيه؟ الذهب ده هو فيه انا متاثره بفيه هي تحفة مفهوم، مش محتاجه تشرحي. شكرا. هي بتباع لوحدها لكن عايز افهم برضو ايه المقصود بالذهب ده. الموضوع جه الاول معايا بالصدفه ان انا كنت بعمل شغل التمثال كبير قوي والتمثال ده وقع مني اتكسر، وحزنت جدا يعني كان مجهود، قعدت 3 شهور بطلع في المجسم ده، وبعدين لما عرف ان هم بيلحموا الكسر في الاواني الخزفيه بميه الذهب، فانا اخدت هذا المبدا او المذهب ده وعملته طبقته في الازاز. لدرجة بعد كده لما طلعت اول قطعه ابتدى يطلب مني احنا عايزين نفس الشغل ده، ان القطعه تتلحم في بعض بورق الذهب او بميه الذهب، وده اللي حضرتك شايفه دلوقتي قدام. هو ازاي نعمل في مصر واحنا اصل الزجاج زي ما حضرتك قلتي حاجه زي مورانو ده، يعني زي يبقى في براند عالمي من المنتجات المصريه وفي شباب زي حضرتك عاملين شغل كويس جدا في القطاع ده، ازاي نطلع ببراند عالمي يبقى باسم مصر؟ النجف هتبقى برقم، ان يحصل ما بيننا اتحاد برقم. لازم يكون في اتحاد ما بيننا، في دعم سواء دعم من الدوله او دعم ما بين الفنانين لبعضهم، يبقى نتعاون اكتر ما يبقى تنافس، نتنافس لبره يعني ما نتنافسش جوه. بالظبط. لسه ما خرجناش بره صح، كل شغل محلي يعني. طب ان شاء الله بنكسب ومبسوطين والناس عارفه شغلنا وشغلنا بيتباع، لسه عايزين نعرف اكتر. عايزين نعرف حقك. عايزين نعرف. عايز اعرف حاجه، انت لغايه النهارده ليه بتصنعي في ورش كتير قوي؟ ليه ما تفكريش تجمعي من كل بستان ظهره وتعملي حاجه مجمع ليك انت صغير، تطلعي الوحدات بتاعتك اللي انت شغلك بالقطعه؟ حقيقي بصراحة أنا نفسي جدا إن أنا يبقى ليا مجمع أقدر أجمع فيه كل الفنانين، بالذات إن إحنا أنا متخيلة إن لما هجمع زي يعني ما حضرتك بتقول عامل النحاس بتاع النفخ اللي أنا بوجههم بقى طول ما أنا قاعدة، وفي مجمع 300 متر أو تمام. واحدة 300 متر والدولة بتدعم، إيه الأخبار؟ عايزين دعم أزيد شوية. طب أنت ليه ما استفدتيش من المبادرات دي؟ عايزين بنحاول نقدم، بس هي الفكرة انه زي ما قلت حضرتك ان الشغل الفني للأسف برضو احنا في الوسط او في مجال الصناعة الفني بيتعامل زي الصناعي، اللي هيطلع لي 100 قطعة زي اللي هيطلع لي قطعة، فبتطبق عليه الأحكام واللوائح واحد، فطبعا دي بتبقى مرهقة شوية في الأول، مرهقة كمان ماديا، لأن طبعا أنا القطعة الواحدة دي اللي أنا هطلعها في ساعتين ممكن يكون في الساعتين دول واحد طلع تاني 1000 قطعة. صحيح. فطبعا العائد المادي ما بيقاش مجزي قوي في الأول، فبتاخد شوية وقت.
تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يزور معرض جلاس شو لمصنعي الزجاج والإكسسوارات والإضاءات وماكينات الحفر على الزجاج وأدوات المائدة. الآن تشاهدون فريق الجدعان يزور معرض جلاس شو لمصنعي الزجاج والإكسسوارات والإضاءات وماكينات الحفر على الزجاج وأدوات المائدة. تعالوا بقى نقابل المبدعة إيمان السداوي، مؤسسة شركة إيمان وأرض، وهي بتمتلك ورشة في حدائق الزيتون لتشكيل المعادن زي النحاس والاستلس والحديد، وكمان تصميم وحدات أساس من الأخشاب. وهي تخرجت في الجامعة الأمريكية تخصص إدارة أعمال، وحصلت على شهادة الـ MBA من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، وبدأت رحلتها في التصنيع من حوالي 12 سنة. ركزوا مع إيمان السداوي رئيسة شركة إيمان وأرض. عايز أقولك حاجة، أنت عاملة حاجة حلوة قوي، عاملة دمج غريب جدا ما بين الأخشاب والنحاس والإزاز، عاملة حاجة ما شفناهاش قبل كده. اللي يدخل عندك ده داخل قصر شهريار مثلا، حكايه من حكايات قافله وليله. برافو عليكي، الله يخليك. المجال ده دخلتيه ازاي؟ خلفياتنا عنه ايه؟ اتعلمناه ازاي؟ معانا كم حد بيشتغل؟ احكي لنا، انا بحب الحكايات. انا عايزه اقول لك ان انا كنت بشتغل في مجال الاي تي طول عمري كمدربه كورسات كمبيوترز وبرمجه وكده. اشتغلت في الاخر في شركه شبكات كمبيوتر معروفه قوي مالتي ناشونال، وبعدين اول سنه الثوره حصل ان انا اشتركت في شركه اماراتيه، وما كناش لسه نعرف ان في ثوره ولا اي حاجه. وحصل ان انا قدمت استقالتي في الشركه الاولانيه دي، وقمت رحت اشتغلت معاهم. ما فيش شهر قامت الثوره، فهم خافوا فمشيوا وعملوا فريزنج، والشركه طبعا ما قدرتش. في السنه دي كانت هي بقى بالنسبه لي تحول رهيب قوي، اللي هو خلاني اطلع من الاي تي خالص، بس فادني لان انا بعمل تصميمات على الكمبيوتر، على البرامج الكمبيوتر اللي هي بتاعه الرسم وبتاعه الفنون والحاجه دي. بدا الموضوع معايا بقى ان انا قاعده في البيت، ما فيش لا شغل رجعت له ولا شغل جديد، وربنا أراد إن أنا حملت في التوأم ولادي. فبدأت بقى أعمل ريديزاين للشغل بتاعي. أنا كنت أصلا في الأول بنزل الورش أعمل فضة وأعمل إكسسوارات وأعمل حاجات خاصة. حاجة بتبيعيها برضو؟ لا ما ببيعش، كنت بعمل لنفسي وكنت بعمل لصحابي، يعني لو حد طلب حاجة أعملها. وبدأ الموضوع معايا بقى أن أنا أعمل ريديزاين. ابني كان في المدرسة، المديرة بتاعت المدرسة عجبها الشغل، طب أعمل لنا، طب المدرسين عجبهم، أنا عضوة في نادي، فقلت طب إيه المشكلة ما أخد ترابيزة وأعرض الشغل بتاعي. بدأ يتطور الموضوع أن أنا من نادي لمعارض كبيرة، نزلت معارض تراثنا وقابلت سيادة الرئيس. بدأت أنت الورشة بقى، بدأت الورشة سنة 2017 بتاعتي، يعني كنت بشتغل لدى الغير وبصنع لدى الغير، إنما بدأتها وعملتها سنة 2017. ورشة دي يعني بتعملي في أي نفخ إزاز وطرق النحاس؟ بعمل النحاسيات، اللحام، الطرق اليدوي، الصدف المطعم في النحاس، بعض الحاجات الموبيلية زي الترابيزات اللي بنعمل لها وحدات حلي نحاسية، المقابض، كل ده كنا بنعمله عندنا بقى من سنة 2017. ولقيت حرفيين يشتغلوا معاكي وينفذوا افكارك؟ بالظبط، بدات بقى اخد واحد واحد يبقى معايا، لغايه ما بقى معايا تيم دلوقتي احنا حوالي 9 في اللحامات وفي الشغل النحاسيات والمعادن. وعندي الستات بقى كتير ما شاء الله، اللي هم بيجوا بيطعموا لي الحاجه بالصدف، اللي بيشتغلوا يدوي طرق على النحاس بطرق معينه. احنا مش بنعمل طرق اللي هو لمجرد الشغل المتعارف عليه في مصر، لا احنا بنعمله تشغيله على القطع الفنية اللي عندنا زي الخشب، زي ما قلت لحضرتك الترابيزات، التي في يونتس، الحاجات الخاصة بدي. تقدر تفرش بيت كامل؟ نقدر نفرش بيت كامل من كله، من نجف، وحدات إضاءة، ترابيزات، ديكوريشن على الحيطان، بنعمل الترابيزات زي ما حضرتك قلت، اللمباديرات، بنعمل تي في يونتس، بنعمل كاوتش الكنب جدع. بس بطريقة معينة، بنطعمه بقى نحاس وصادف بطريقة مختلفة خالص عن اللي موجود في السوق. احنا نعتبر حاجتنا مميزة شوية، مش هتلاقيها كتير في كل حتة. بصي دايما في الحرف التراثية واليدوية بنخاف من التسعير. يقول لك انا عامل دي هبيعها ب20,000. يا سيدي اهدى، في عندنا خامة ومرتب وربح. صحيح صح. بتحسبي مكسبك ازاي؟ اول قطعة صحيح سعرها ازاي؟
في الأول ما كانش التسعير يعني صح، لأن كنت بحط مثلا إيه المتعارف عليه 3%، فكان ده بالنسبة لي كان غلط، فما كانش فيه الربحية اللي أقدر أخش بقى معارض وأدفع مثلا أرضيات وكده. فبدأت بقى أفكر فيها إزاي إن أنا أجيب مصاريفي وزيادة شوية. فبدأت بقى الموضوع يتطور عندي، بقى عندنا محاسب هو اللي بيحسب لنا التكاليف ويحسب لنا إزاي نبيع القطعة وهكذا. خلاص احنا بينا مؤسسة دلوقتي صح ولا بالزبط. لا منطلع كم قطعة في الشهر في السنة؟ صدرنا ولا لسه؟ صدرنا الحمد لله. صدرنا فين بقى؟ بنصدر للسعودية. الإمارات؟ لا إمارات ده شغل الإمارات. لا طبعا هم يحبوا الكلام ده، يعني هنحاول ندخل الإمارات، بس يعني إيه أنا شفت إن أنا لما أخش أسواق ما فيهاش الشغل بتاعنا كتير، ده بيكون أفضل ليا إن أنا أتواجد في السوق. كصاحبة مهنة تراثية وبتحافظي عليها وأمينة عليها، لأنها خلاص هي مستقبلنا النهاردة، لا هنرجع تاني شركة عالمية ولا شركة إماراتية، صح ولا لا؟ صحيح. عايزة إيه؟ بتحلمي بإيه؟ بتخططي لإيه؟ عايزة الدولة تساندك إزاي؟ الدولة؟ الدولة بتساعدنا. أنا قابلت الرئيس على فكرة وكان دايماً يسألنا أنتوا عايزين إيه؟ أو محتاجين إيه؟ قلت له إيه؟ قلت لسيادة الرئيس إحنا أولى بإن إحنا نفرش الفنادق والمناطق السياحية الخاصة بمصر، دي احنا كورش صغيرة ومتوسطة في التصنيع ان احنا اولى بده، لان احنا لو عملنا ده تسويق لوحده لينا، وده اللي هيكبرنا كمصانع وشركات صغيرة. دلوقتي هنتعرف على ماكينات السي ان سي، الليزر والراوتر المصرية المتخصصة في الحفر على الزجاج، واللي صنعتها شركة سيتا سوليتير بمدينة السادات، وهي واحدة من الشركات اللي تأسست في المجمعات الصناعية الجديدة اللي أنشأتها الدولة. تعالوا نقابل المهندس الشاب كريم نور ياسر، العضو المنتدب لشركة سيتا سوليتير لماكينات السي ان سي، واللي نجحت في خفض التكلفة لتصنيع الماكينات الخاصة بالزجاج بنسبة 40%، ودي نسبة مش قليلة. لما بشوف مكان السي ان سي لازم اقف. ليه؟ لان حضرتك المكنة دي بتدخل في اكتر من 50 صناعة في العالم، وهي اساس تطويرها. حضرتك بتقدمها النهاردة في معرض الازاز. بالظبط. وليها تطبيقات عديدة جدا. والمكان ده مصري. نسبة مكون محلي 60-65%. بالظبط. طيب. بالزبط. احنا مين؟ صنعنا امتى؟ وانت بتقولي حاجة احنا من اوائل الناس اللي صنعت المكان ده في مصر. بالظبط. اشرح لي. احنا شركة سيتا سوليتير. احنا بدأنا في مجال ماكينات السي ان سي عامة من سنة 2005. أول مكنة ليزر زي دي نزلناها مصر كانت سنة 2006، وكانت مستوردة بالكامل. بعد 10 سنين كل مكنتنا انتشرت في مصر كلها، ولقينا الإقبال عليها كبير جدا، لأن المكنة بتخش في مجالات متعددة كتير جدا. المكنة بتشتغل على كل الخامات، جلد وقماش، جلد وقماش، ورق، خشب، ورق، فوم، صناعات كتيرة جدا تقدر المكنة هي لوحدها أصلا مشروع قائم بحد ذاته يعني. بس فاحنا لقينا ان المكنه والاقبال لسه عليها والطلب عليها زايد جدا، ففكرنا بعد 10 سنين احنا نصنعها في مصر. ليه؟ طب ما الاستيراد كان سهل وخلاص بناخد مكسبنا وشكرا. ليه قررت انك تصنعها في مصر؟ قررت صنعها في مصر علشان احنا عندنا كفاءات في مصر تقدر تصنعها احسن من اللي بيجي لنا من بره، وكواليتي اعلى، وكمان احنا مش محتاجين نستهلك عمله صعبه في ان احنا نجيب مكنه زي كده. هو انا كل اللي بوقف عليه بس الحاجات الالكترونيه، ودي ممكن تيجي من بره، لكن كل اللي انا اقدر اعمله هنا بقدر اعمله هنا. نسبه المنتج المحلي فيها يعدي 60%. الحديد موجود والالومنيوم موجود، كل المواد الاوليه موجوده وبتتصنع هنا بجوده عاليه. وعندنا مهندسين في مصر اكفاء جدا يقدروا يطلعوا منتجات احسن من اللي بيجينا من بره كتير. فاحنا مش بنصنع دي كمان بس، احنا بنصنع 6 انواع ماكينات تانيين، كل مكنه ليها مقاسات من اول 40x60 لحد 2x4 وفي 3x6 كمان. ليزر وراوتر. ليزر وراوتر وفايبر. مؤخرا احنا كنا كمان عملنا اخر مكنه عملناها مكنه الفايبر ليزر، دي بتقطع معادن، يعني بتعمل نفس الشغل اللي دي بتعمله على الخشب، التانيه بقى بتعمله على المعادن بكواليتي عاليه جدا، مش محتاجه اي فينش بعدها، بتخش في صناعات برضو كتيره جدا، مجالات تانيه كتيره جدا بكواليتي عالي جدا يعني. بنفهم الناس تطبيقاتها، قطع غيارها متوفره، سيارات مع بعد البيع عامله ايه، احكي لي الحاجات دي مهمه قوي. دي اهم خلينا حاجة. نبدا من قطع الغيار متوفره. طبعا، لان المصنع طبعا اللي عامل المكنه، انا عامل المكنه كلها، فكل قطع غيارها موجود. دي برضو من الحاجات اللي خلتنا ان احنا نفكر في التصنيع، ان احنا بندي خدمه مع بعد بيع وقطع الغيار متوفره، كل قطع الغيار موجوده، لان المصنع طبعا لو القطعه مش موجوده بيقف عليها، فبالتالي انا دايما موفر قطع الغيار. بندرب الناس على تطبيقاتها ازاي؟ بندرب الناس على المكنه كلها، وبندرب الناس على تشغيل المكنه وعلى التصميم، وعلى كمان الصيانه الخفيفه للمكنه، لو حصل حاجه لا قدر الله صغيره تقدر العميل نفسه اساسا بيدينا ساعات افكار وبيطور في المنتج معانا، يعني ساعات بناخد افكار من العملاء ونبتدي نطورها في المكنه عندنا. صدرت يا باشمهندس؟
المكنه دي لاي سوق حتى الدول العربيه؟ صدرنا للسعوديه، صدرنا لليبيا، صدرنا للسودان، للكويت، للاردن، وان شاء الله بنحلم ان احنا يعني مكانتنا تكون موجوده في العالم كله. طاقتنا يعني كم مكنه في السنه مثلا؟ طاقتنا حاليا من 200 ل 300 بمختلف المقاسات. دي الطاقه الانتاجيه بتاعتنا، احنا بنحلم ان احنا نوصل الطاقه دي ل 1000 مكنه ان شاء الله. مختلف المقاسات، واحنا عندنا 6 مكانير مختلفه. الست مكانات دول كل مكنه ليها مقاسات كتير، من اول 40 في 60 مكنه صغيره تقدر تحطها في اوضه في مشروع صغير جدا، لحد مكان بيوصل ل 3 متر في 6 متر بيخدم على مصانع كبيره جدا. دلوقتي هنتحرك لمعرض الخشب وود شو، وكان في مجموعة متميزة من شركات الأخشاب الكبرى في مصر. تعالوا نقابل السيدة سهيلة النويهي، رئيس الشركة المصرية للكتان ومشتقاته في محافظة الغربية وتحديدا طنطا. هم بيصنعوا الأخشاب من الكتان من سنة 2006 وبيصدروه للصين وأوروبا وأمريكا وكينيا والسودان وليبيا والكويت وغيرها من الدول، بخلاف توفير أخشاب الكتان للسوق المحلي، وهي بتنتج من 4000 ل 5000 شيت خشب يوميا. وبالمناسبة والدها رائد زراعة وتصنيع الكتان في مصر، الحاج العسوي النويهي، وهو أشهر من النار على العلم في قرية الكتان شبرا ملس في الغربية. طول عمرنا من أهم زراع الكتان في مصر، وده محصول كبير جدا وبنصدر شعر كتان في صناعات كبيرة جدا منه. حضراتكم أضفتوا لنا في مصر ألواح أخشاب الكتان. بدأنا الصناعة إمتى؟ يعني له خشب كتان وفر علينا قد إيه استيراد؟ احكي لنا الحكاية. إحنا الشركة المصرية للأخشاب المصنعة 2006 الفكرة جت للوالد وسافر أوروبا، جاب أحدث مصنع للتشيب بورد على مستوى العالم، بننتج حوالي 750 ألف شيت في السنة، 90% من إنتاجنا بيتباع في مصر. ما شاء الله. صدرنا الكويت، صدرنا السودان، صدرنا ليبيا كتير جدا 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 قبل الحرب، صدرنا السنة دي كينيا، أوغندا، ليبيا برضو تاني رجعنا صدرنا، ومستمرين الحمد لله. الكتان مساحاته في مصر محدودة، هل نقدر نقوم عليها صناعات بضخامة الأخشاب؟ لا، هي الحقيقة السنة دي مش محدودة، يعني هو أوروبا بسبب المناخ، أوروبا والصين الكتان هناك باظ، فبقى الطلب عليه في مصر يعني قد اللي بيتزرع 10 مرات. السنة دي اتزرع تقريبا قد اللي اتزرع السنة اللي فاتت، ممكن نقول 5-6 أضعاف. هو الخشب بيطلع منين؟ يعني عن الشعر بنصدره؟ هو عود الكتان بيطلع فيه الشعر أيوة. الكتان، وبيبقى فيه شيفز كده زي القشرة اللي بتكسر في المصانع، بتتكسر دي بقى وبتخش مكان بيضاف عليها يوريا فورمالدهايد وبتتشكل، بتبقى زي الشيت اللي قدام حضرتك ده، بيخش عليه مرحلة تانية ان هو يبقى يتحط عليه ليمينيتد، يتحط عليها قشرة طبيعي، يتحط عليها فورمايكا، وبيتباع لمصانع الفورنيتشر على مستوى مصر كلها. وسعره أرخص بقى من الكونتر اللي عليه من الماين؟ هو سعره تقريبا 50% من الام دي اف. طيب هل في مشاكل في صناعة الأساس من الأخشاب؟ يعني مثلا خشب ما يستحملش، فرول ما يمسكش مفصلات؟ لا لا لا، ولا كل صناع الأساس بياخده من عند حضرتك؟ احنا عملنا صيانة السنة اللي فاتت، حدثنا حاجات كثيرة جدا جدا، وقدرنا نوصل بالشيت ان هو يقدر ينافس، يعني هو ده حضرتك صح كده؟ ده خام وده عليه طبقة ليمينيت. أنا بس عايز ألفت حضرتك لحاجة تانية، إنه الشيت الأساس الكتان ده مش بس في الأساس، كل مصانع السيراميك بتستخدمه، الفريم بتاع البانيو والتخزين ومعظم شغل السيراميك بياخدوا تشيب بورد، وبياخدوا بنسبة كبيرة جدا، ممكن يكونوا بياخدوا 25% من الإنتاج. تعالوا بقى نزور جناح مذهل شركة اس ام دي لاكسسوارات الأساس، بيصنعوا بالبلاستيك 1000 منتج، يعني صناعة مغذية عملاقة. أسسها المهندس العملاق طارق حبشي، رئيس غرفة الأساس باتحاد الصناعات، وبيصدروا منتجاتهم ل50 دولة، وهم مجموعة عملاقة وبيمتلكوا العديد من المصانع في مصر، وفيها على سبيل المثال 25 ماكينة حقن و20 خط سحب و4 خطوط تصنيع لخامات البي في سي، وبيصنعوا استنبطهم بنفسهم ب4 ماكينات سي ان سي، يعني مش محتاجين يروحوا الصين عشان يستوردوا استنباط. تعالوا نقابل مين عماد، مدير المبيعات في شركة اس ام دي، هو شاب رائع بالفعل. احنا بنصنع اكسسوارات الاساس، لما تقول لي 15,000 منتج، لما تقول لي احنا صناعة مغذية، لا حضرتك لازم تتكلم واحنا كلنا نسكت عشان لازم نساعدك.
انت النهارده بتقول احنا مصنع ضخم جدا في مدينه العاشر من رمضان 15,000 متر. لا احكي لي امكانيات، قول لي ما مصر تقدر تعمل ايه، والمفاجاه ان كل ده من بلاستيك. احنا مصنع مصر النمساوي موجودين في مصر من سنه 86، 15,000 متر في العاشر من رمضان لمصنع البلاستيك بس، انما عندنا مجموعه مصانع تاني تخص الاساس، دول 4-5 مصانع تاني موجودين في العاشر من رمضان. احنا المصنع ابتدى بان احنا بنصدر وبنبيع في السوق المحلي اكسسوارات لصناعه الاساس. تحولنا من 15 سنه لصناعه مغذيه لاي صناعه بتحتاج الاساس في حياتها. فاحنا بالفعل تحولنا من مصنع بيصنع اكسسوارات الموبيليا وبيصدرها اكتر من 50 دوله ومنهم اوروبا، 50 دوله اكتر من 50 دوله، وبنصدر لاوروبا وبنصدر لتركيا، بنصدر لمعظم الدول اللي موجوده بتحتاج اللي فيها صناعه فرنشر. يعني تحولنا كمان ان احنا مصنع صناعه مغذيه لكل الصناعات اللي بتحتاج البلاستيك في حياتها، الاوتوموتيف اندستري، الابلاينس اندستري. احنا فيرست فيندور لاكبر الشركات العالميه اللي بتصنع صناعات الاجهزه المنزليه في مصر، ومن خلالهم هم كمان بنديهم منتج مغذي بيجمعوه في مصر وبيصدروه لكل العالم، منتج صناعة مصرية كامل. بتقدموا المنتجات دي للناس ازاي؟ احنا بنكون مشاركين في كل المعارض اللي تخص الأساس في مصر، زي المعارض اللي حضرتك واقف فيه، وكمان احنا بنسافر المعارض الدولية في ألمانيا إيطاليا، بنطلع وبنكون عارضين كمصنع مصري كمان في المعارض الدولية، عشان كمان احنا مش هدفنا اللوكال ماركت بس، احنا كمان هدفنا التصدير. احنا عملنا الاكسسوارات بتصنعوا أساس؟ انتوا طبعا طارق حبشي. طبعا باشمهندس طارق حبشي الغرفة. طبعا صح ولا لا؟ طبعا رئيس غرفه الاساس. طبعا وعندنا مجموعه مصانع سمارت فرنشر بيصنعوا الاساس، بس اداره مختلفه عن المصنع ده. عندكم كم مكنه حقن وسحب؟ احنا بنتكلم في اجمالي مثلا مكن حقن فوق ال 24 مكنه بالروبوتس بتاعتهم، عندنا اكتر من 25 خط سحب، عندنا 4 ماكينات تصنيع خامه، عندنا 4 ماكينات سي ان سي، عندنا فوق 16 و17 كابينه رش، عندنا فوق ال 15 مكنه طباعه بكل انواعها، عندنا 12 مكنه لطباعات الفويلز. احنا المصنع محتاج حاجه تشوفه فعلا. يعني كم بني ادم بيشغلوا الكيان ده؟ مش اقل من 750 عامل وشخص مصري جوه المصنع. ومصانع الاساس مش اقل من 1500. ما شاء الله. والمعارض عندنا كم معرض بقى؟ وصلنا لكم معرض النهارده؟ في المصانع سمارت عندهم اكتر من 35 معرض على مستوى الجمهوريه في كل المحافظات، غالبا هم موجودين. كمان هم بيشتغلوا اكتر كمان بروجكتس، فمعظم الاوتيلات هتلاقيها مفروشه من مصانع سمارت، بنصدر من سمارت لمعظم الدول اللي بتاخد فرنشر في مصر من مصر. فالمصنع عايز اقول لك حاجه، انا اول وانا داخل عليك بقول لك حاجه، قلت لك انا زعلان ان معظم اعتماد صناعه الاساس على الاستيراد. بجد انا عندك انا اطمنت على صناعه الاساس، وهنزورك انا هنزورك. شكرا لك بجد. مصر عملاقه في تصنيع الزجاج، وعندنا الخام الرمل الكريستالي، وزي ما حضراتكم شفتوا في قريه باكملها بتشتغل على تصنيع كل منتجات المائده من الزجاج والكريستال، وكمان عندنا فرص واعده في تصنيع الواح الاخشاب الصناعيه بجميع انواعها كبديل لاستيراد اخشاب بقيمه 7 مليارات جنيه سنويا. ولكن لازم نحدث خطوطنا ونشتغل على البحث العلمي لانتاج الاخشاب من جميع الخامات. تشاهدون في حلقة الجدعان ريل استيت. سر نجاح MTA ان هي توصل من مشروع زي اللي احنا فيه ليسن فالي، وهو من اشهر المشروعات اللي موجودة في الرياض، بالاضافة بقى لاكبر مسجد في العالم. السر جاي منين؟ دايما عندنا هدف ان كل مشروع بنشتغل فيه بنحاول نعمل حاجة مميزة. كل بلد طبعا الواحد اشتغل فيها استفاد منها، استفاد من طرق تنفيذ، استفاد من خبرة مختلفة. خليني أبدأ مع حضرتك مع مؤتمر أهل السودان. لماذا اخترنا الجالية السودانية للتفكير في توفير وحدات عقارية لكل الجالية؟ السودان يمكن دولة قريبة جدا لمصر، لقينا أن في حالة رواج جامد جدا في القطاع العقاري، ونسبة كبيرة جدا من المشترين سودانيين. كمستثمر سوداني إيه المطلوب أول منزل مصر هنا كمستثمر؟ الهيئة العامة للاستثمار هي ليست جهة ولاية، هي جهة محايدة تماما، وبالتالي فهي بترشح بحياد تام للمستثمر الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع طلباته واحتياجاته.